الاهلاوي يعني انا من زمن اللاعبين عماد متعب وكلش حب له وما يقدمونه واكيد يعني ابو تريك همين يعني ترى وديما اهلي وفيفا اهلي. ما يحدث في الاهلي مفخره لكل نادي عربي. ما يحدث في الاهلي على المستوى التعامل الاداري مفخره لكل الاعلام العربي. انا لما اتحدث عن الاهلي ككيان كيف يتعامل احترافيا لما اتكلم عن ريال مدريد او برشلونه مانشستر يونايتد هذه الكيانات الاداريه انا اعتقد ان النسخه الوحيده التي يمكن ان تتوافق مع هذه النسخات الانديه الاوروبيه الكبيره وتتفوق عليها في بعض الاحيان هو النادي الاهلي ككيان. كيف يتعامل النادي الاهلي اداريا بقمه الاحترافيه؟ كيف يتعامل الاهلي مع الصفقات بقمه الاحترافيه تماما كما تتعامل الانديه الاوروبيه الكبيره وربما افضل؟ انا اظن ان النادي اللي يقدر يستحوذ على محبه هذه الملايين الغفيره فبصراحه السر يعني السر ابتدى مع تاسيس النادي الاهلي كقيمه وقامه موجوده وأصبح يضرب فيها المثل في الكرة. أنا أظن أنه السر في رغبة النادي الأهلي دائما في أن يكون نادي متميز فريد من نوعه في كرة القدم العربية أو في الرياضة العربية بشكل عام، وهو نادي بالمختصر بالنسبة له المركز الأول وما دون ذلك لا شيء. فخر أنه كل شخص يعلن انتماء للنادي الأهلي، تكلم عن كيان محترم، كيان راقي، كيان لديه تاريخ كبير، كيان عريق، صاحب الأمجاد والبطولات والأسماء والأساطير. أكيد يعني واحد لما يقول إنه هو يشجع الأهلي هذا يكون محط اعتزاز وفخر، بالتأكيد أعلنها وصريحة يعني للجميع. أبو تريكة هو اللي أسرنا وهو اللي يعني حببنا أكثر بالنادي الأهلي، طبعا قبل بيبو الأسطورة الخالدة والرمز الأهلاوي والمصري والأفريقي بالتأكيد يعني، وطبعا كثير من اللاعبين الآخرين يعني نحترمهم ونقدرهم. جيل أبو تريكة مع الأهلي هذا الجيل هو اللي خلانا بصراحة نعشق الكرة المصرية. شوف أنا حقيقة الأمر لا أميل كثير إلى موضوع التعصب، لكن في دي أنا متعصب. الأهلي نادي القرن شئنا أم أبينا، نادي الأهلي نادي القرن شئنا أم أبينا. لولا النادي الأهلي لما كان هناك الأهلي السعودي، لما كان هناك الأهلي الإماراتي، لما كان هناك الأهلي الليبي، لما كان هناك الأهلي السوري الاتحاد الحلبي حاليا، ولا زالت جماهير تردد اسمه أنه هو الأهلي، يعني رغم أنه تغيرت اسم الاسم إلى الاتحاد السوري لكن لا زالت الجمهور يقولون الأهلي. الأهلي من 1907 لهذا اليوم ما اعتقد يعني الى يوم الدين انه راح تتناقص شعبيته بل تزيد، لانه اعظم نادي في الكون. كل نادي بالعالم ممكن تختار له اسطوره او اسطورتين هو اللي تمشي، برشلونه والارجنتين مارادونا ميسي، لكن الاهلي لا، صعبه تحصر الاسماء. الاهلي خلاص الاهلي وكفى. انا اهلاوي منذ الميلاد زي ما الناس بيقولوا. الاهلي بالنسبه لنا يعني نادي نموذج على مستوى القارة وعلى مستوى الوطن العربي، نموذج حتى على مستوى العالم. النادي الأهلي نادي يظل بثوابته بمبادئه ويظل دائما عنده أساس، عنده فكر مختلف، عنده مبادئ لا يمكن التنازل عنها. يعني لذلك الناس تعشق النادي الأهلي، تحب النادي الأهلي، تحب فيه شخصية، تحب فيه الإرادة، تحب فيه يعني البطولات والإنجازات. وهذه البطولات والإنجازات دائما لا تأتي إلا من خلال عمل وثوابت معينة ومبادئ الناس تمشي عليها دائما. لذلك يظل النادي الأهلي هو نموذج فريد. بالنسبة لي أنا شخصيا في السودان أعرف الآلاف خلينا نقول اللي بشجع النادي الأهلي بشكل كبير جدا، وبشكل يعني لدرجة إنه بعضهم حتى بيكون متواجد في مصر بيحضر مباريات الدوري. كان في السنوات السابقة طبعا كان بيحضر مباريات الدوري الأهلي بشكل دائم. يعني شعبية أكيد كبيرة في أي دولة إحنا كنا نسافر نتواجد فيها نشوف هذا الشيء يعني بشكل واضح.